السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة، مع فيديو جديد. هنتكلم النهاردة عن سوائل الفرامل أو زيت الفرامل أو زيت الباكن. عندنا الأنواع المتداولة موجودة في السوق. عندنا في زيت دوتسري، ده زيت دوتسري، زيت فرامل فائق الجودة ومطابق للمواصفات. ده زيت عالي جودة ومطابق للمواصفات، ده دوت 3، ده مشهور جدا للسيارات، والأعلى منه اللي هو زيت الدوت 4 وده برضو مطابق للمواصفات. هنبتدي نتكلم على الاختبارات اللي مفروض زيت الفرامل أو سائل الفرامل أو زيت الباكن زي ما هو بتسمى من المفروض انه بيمر بيها علشان نتأكد ان سائل الفرامل او زيت الباكم او زيت الفرامل مش مغشوش. عندنا دلوقتي في ثلاث اختبارات من المفروض بيمر بيهم سائل الفرامل. اولا زيت سائل الفرامل دوت 3 من المفروض ان درجة الغليان بتاعته كحد أدنى 205 درجة مئوية. يعني زيت الفرامل ده من المفروض إنه ما يغليش بحد أدنى إلا عند 205 درجة مئوية أو أعلى، تمام؟ ده بالنسبة للدوت 3. بالنسبة للدوت 4 من المفترض إن درجة الغليان بتاعته كحد أدنى 245 درجة، 245 درجة، تمام؟ دولت اختبارين مهمين جدا بالنسبة لسائل الفرامل. طيب، وفي اختبار ثالث مهم جدا بيتم، هي درجة اللزوجة الخاصة بسائل الفرامل عند سالب 40 درجة مئوية، سالب 40 تحت الصفر. من المفروض ان زيت الفرامل ادينا لزوجة 1800 سنتي ستوك. دولت تلت اختبارات من المفروض مفترض ان زيت الفرامل علشان يبقى زيت مطابق وكويس ما يكونش مغشوش لازم يعدي بالتلت اختبارات، اللي هي درجة الغليان بتاعت دوت 3 حد ادنى 205 درجة مئوية، بالنسبة لدوت 4 حد ادنى 245 درجة مئوية، تمام؟ ده بالنسبة لسائل الفرامل. ده سائل فرامل سبارك، تمام، سائل عالي الجودة، سائل الفرامل آمن على جميع مكونات دائرة الفرامل، زيه زي الدوت 4، نفس المواصفة اليابانية، مفيش أي مشكلة فيه، تمام. سائل فرامل علشان يبقى سائل مش مغشوش لازم زي ما قلنا بيعدي ثلاث اختبارات. اختبار درجة الغليان، الاختبار اللزوجة عند سالب 40 درجة مئوية تحت الصفر. دلوقتي ده نوعين، سبارك، سائل فرامل سبارك، تمام، دوت 3 ودوت 4. ده من المفترض ان احنا هنعمل ليه اختبارات دلوقتي على درجة الغليان الخاصة بكل واحد منهم. يعني ده هنقيس درجة الغليان بتاعته وهنقيس درجة الغليان بتاعت سائل الفرامل دوت 4. نبتدي نجهز يا جماعة وهنقيس درجة البي اتش. المفترض ان البي اتش بتاعت كل سائل من دولت من 7.5 ل 11، من 7.5 ل 11 درجة على مقاس البي اتش اللي موجود عندنا. ده من المفروض ان سائل الفرامل تكون درجة البي اتش بتاعته من 7 ل 11.5. في الحالة دي بيكون زيت الفرامل آمن على جميع مكونات الفرامل بدون أي مشاكل ويكون مطابق للمواصفات. هنعمل احنا النهاردة الاختبارين، الاختبار الأول اللي هو درجة البي اتش والاختبار الثاني درجة الغليان. واحنا جهزنا، عشان نجهز درجة الغليان جهزنا سخان كهربي اهو، وجهزنا بيكر علشان نفضي فيه السائل، ونبتدي نرفع درجة الحرارة، وترمومتر، ترمومتر لقياس درجة الحرارة.
ادي الترمومتر ده هيقيس درجة الحرارة بتاعتنا دي اون واوف بتاعته. هذا دي فرنايت ودي سيليزياس. طب اون اوف اهي تقريبا المكتوب خط صغير فمش شايف اصلا. افتح يا هو بيفتح فين؟ اون اوف فين؟ ده سليزر ده اون اوف اهي. هندوس كده اهو ابتدى يشتغل معايا ترمومتر بيقيس درجة الحرارة كده. درجة حرارة الغرفة 28.8 سيليزيا صح؟ اي سي. الترمومتر ده بيقيس درجة الحرارة فرنهايت وسيليزياس. لو انا اقيس درجة فرنهايت هدوس من هنا او سيليزياس من هنا برضو. بدوس هنا كده كده وبدوس هنا كده بيغير من فرنهايت لسيليزياس. تمام كده كده اهو بيتغير. يعني بيغير من احنا اللي احنا عايزينها اساسا عايزينها بنقيس على السيليزياس كده. هو جاب فرنهايت او زي ما احنا شايفين. تمام ده اف. طيب انا عايز اشتغل سيليزياس اهي ابتدي اغير للسيليزياس 28.6 درجة مئوية. تمام هنبتدي نفرغ سائل الفرامل في الكاس وبعد كده نقيس درجة الغليان بتاعته بالترمومتر ونتأكد من ان زيت الفرامل مطابق للمواصفات ولا لا. هنبتدي نفضي دلوقتي يا جماعة عينة دوت 3 في الكاس ده اهو. هنفضي حوالي 200 ملي 150 ملي اهو. بس ده زيت دوت 3 يا جماعة اهو. هنبتدي اول حاجة هنقيس البي اتش بتاعتها بورقة بي اتش او بجهاز بي اتش. ورق بي اتش او جهاز بي اتش. مثال الفرامل اهو يا جماعة. هاخد قطعة من الورق دي كده سبيل مثال اهي. ورقة البي اتش اهي اهي. هقيسها وبعد كده نبدا التدريج التاني. التدريج الازرق يا ابني في الظهر اهي كده. ابتدي اشوف اه يا جماعة قسنا البي اتش بتاع اهي سائل فرامل دوت 3 وادي التدريج بتاع سائل الفرامل اه. اما نيجي نقارن اهو يا جماعة هنلاقي ان درجة البي اتش بتاعت سيت الفرامل ده 10. ده اللون اللي ماشي مع التدريج. ده تدريج يا جماعة بتاع البي اتش. بي اتش متر في 8 9 10 12 وهكذا. احنا قلنا ان زيت الفرامل البي اتش بتاعته الاستاندر من في الرينج من 7.5 ل 11. فاحنا دلوقتي عند 10. يبقى درجة البي اتش بتاع زيت الفرامل ده مظبوطة مش هتأثر سلبا على اي حاجة عندنا. فنلزق دي كده خلاص. بعد كده بعد ما 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 قسنا درجة البي اتش لزيت سبارك دوت 3 اهو. ده زيت سبارك دوت 3 درجة البي اتش بتاعته زي ما قلنا 3 قصدي 10 مظبوطة اهي. هنقيس اهو يا جماعة الزيت اهو تاني نقيسه اهي اهي تمام. ونجيب التدريج اهو التدريج بتاعه اهو. قرب كده اهو اهي يا جماعة جايبة 10. يبقى درجة البي اتش بتاعت دوت 3 سبارك اويل ده مظبوطة في الرينج امنة على جميع مكونات دايرة الفرامل ما تعملش مشاكل وكده.
تاني اختبار هنعمله على زيت الدوت 3 ده درجة الغليان حاليا. هنرفع طبعا الشغل ده على النار، هناخد الكاس اهو في زيت الفرامل، وبعد كده هنشغل السخان لحد ما يوصل لحد درجة الغليان، نشوف هيغلي يبتدي يغلي عند درجة حرارة كام. عندنا هنا الترمومتر اهو يا جماعة موجود اهو، الترمومتر قاري عندنا كام؟ قاري عندنا 28.4. السخان اشتغل اهو، هنبتدي ننتظر لحد ما توصل درجة الغليان، تبتدي سائل التبريد ده يغلي وبعد كده نشوف هيبتدي يغلى عند درجة حرارة كام. احنا كنا معلين السخان جامد على اساس يوصل بسرعة. اول ما يوصل درجة الغليان هنفصل دلوقتي لان هتاخد وقت طويل. دلوقتي درجة الحرارة شغالة بترفع معانا، يعني وصلت لواحد وخمسين 52 وكام؟ 52.2، 53 اهو. فاحنا هنسخن متواصل لحد ما نشوف هيغلي عند درجة حرارة كام. 56 57 اهو. يعني يا جماعة عندنا هنا ايه درجة الحرارة وصلت ل 128.5، 129.5 اهي، ولسه سائل الفرامل ما غلاش، مفيش اي تأثير فيه اهو. ثابت، وصلنا ل 131 درجة ومستمرين. 153 درجة 6.10. سائل التبريد اهو، سائل زيت الفرامل اهو يا جماعة. وصلنا لكام؟ 153.8. هنتابع اهو، مفيش غليان، ثابت. مش اي غليان فيه. وصلنا دلوقتي ل 192 درجة، سائل الفرامل ثابت، مفيش فيه اي غليان اهو. 193 درجة ولسه العدد بيطلع. من المفروض يا جماعة ان سائل الفرامل الستاندر ان درجة الغليان بتاعته تعدي ال 105، 205، تعدي ال 205 درجة. احنا دلوقتي في طريقنا هنشوف هو هيغلي عند كام. ده كده وصلنا 194.8 اهي، وسائل الفرامل ما بيغليش، ثابت اهو، مفيش اي مشكلة فيه اهو. هاي 196 اهو، 96 اهو، مفيش اي غليان فيه في زيت الفرامل اهو. 198 المفروض يعدي ال 205 درجة.
199 درجة. ميتين درجة. اهو السائل يا جماعة. مفيش فيه أي غليان ولا في أي حاجة. مفيش غليان فيه. بقى عندي كده 201 درجة. ميتين وثلاثة. ميتين واربعة. كده 205.3. السائل اهو يا جماعة ثابت آمن، مفيش أي مشكلة، ما بيغليش اهو، ثابت وما بيغليش. هو عدى كده درجة الحرارة اللي مطلوبة اهي. ده 206.5. ميتين وسبعة. ميتين وثمانية. ما بيغليش برضو اهو، ثابت. ميتين وعشرة. ميتين وحداشر درجة مئوية. اهو يا جماعة مفيش فيه أي غليان، مبيغليش اهو. معنى كده يا جماعة إن سائل التبريد، إن سائل زيت الفرامل ده يا جماعة ده مفيهوش مية، خالي من المية اهو. ده سبارك اويل دوت 3، زيت فائق الجودة بمواصفات عالمية. وادي درجة الحرارة يا جماعة وصلت لأعلى كده. الكاميرا مغبشة عشان البخار. ده 214 درجة، وبرضو ما بيغليش اهو، ثابت مفيش فيه أي مشكلة. يا جماعة 215 درجة. سائل الفرامل ده يا جماعة ثابت لحد 230 درجة، مفيش فيه أي مشكلة. ده دوت 3 مفيش فيه أي مشكلة. سائل الفرامل استحالة يغلي أهو، رفعنا عليه درجة الحرارة، سائل الفرامل مغلاش أصلا ولا اتحرك. فعندنا هنا دلوقتي عدينا درجة الحرارة اللي مطلوبة، اللي هي الحد الأقصى، الحد الأدنى بتاعها 205. احنا كده 218، وصلنا 218، وبرضو السائل زيت الفرامل ثابت، مفيش أي مشكلة، ما بيغليش، مفيش في أي مشاكل. عشان البخار، معلش البخار بيغبش الكاميرا. ايه اهي، وصلنا 219، وزيت الفرامل ثابت اهو. ده دوت 3 سبارك دوت 3 220، وصلنا درجة حرارة 220 درجة اهو. هو ده يا جماعة اهو سبارك اويل. زي ما احنا شايفين ان زيت الفرامل ده ما بيغليش خالص اهو، وثابت عند درجات الحرارة الاعلى من المطلوب. يعني احنا وصلنا دلوقتي لحد 200
21 اهو، 221 درجة، وزيت الفرامل ما بيغليش. ميتين واحد وعشرين اهو ثابت، مفيش فيه مشكلة. درجة الحرارة بتعلى 222 اهو، اهو مفيش فيه اي غليان. يبقى الستاندر بيقول ان لازم اوصل لميتين وخمسة درجة، سال الفرامل لسه بيسخن وبيعلى اهو يا جماعة فوق الميتين تلاتة وعشرين. اهي 223 درجة ويعلى كمان، وعندنا قدامنا زي ما احنا شايفين مفيش فيه أي غليان من أي نوع. ميتين أربعة وعشرين درجة أهو. فإذا نستخلص من التجربة دي إن سبارك أويل ده يا جماعة ده زيت فرامل آمن على جميع السيارات دوت 3، درجة الغليان أعلى من 220 درجة، في حين المطلوب 205 درجة مينيمم. فكده الزيت ده اجتاز الاختبار ده، واجتاز اختبار البي اتش في الأول زي ما احنا قسناه. وصلنا ل 225 درجة، والتايمر بتاع الترمومتر قفل، شغاله تاني. عالي تاني، هيحمل اهو. وصلنا لكام؟ 226 درجة، وزيت الفرامل يا جماعة اهو دوت 3 سبارك اويل اهو اهو. وصلنا لحد 227 درجة اهو، وما غلاش، مفيش فيه أي نوع غليان أصلا. 228 درجة، وهيعدي 230 درجة، مفيش أي مشكلة. ميتين تسعة وعشرين، وصل معانا لحد 230 درجة اهو يا جماعة، وما بيغليش اصلا ولا حتى ابتدى يغلي. كده 230 درجة يا جماعة اهو، مفيش اي مشكلة، وادي زيت الفرامل ثابت اهو. هنبتدي نختبر النوع التاني زيت دوت 4. يبقى ده دوت 3 عدى 230 درجة في الاختبار الغليان، واجتاز اختبار البي اتش اهو يا جماعه اهو. هنبتدي نعمل نفس الاختبار لزيت دوت 4. زيت دوت 4 اهو يا جماعه، هنعمل نفس الاختبار بتاعه، الاختبارات بتاعته، ونبص ونشوف. دي عينه الدوت 4. المفروض يا جماعه ان المواصفه بتاعت زيت الدوت 4 درجه الغليان بتكون المفترض تكون 230 درجه مش 245. درجة غليان زيت الدوت 4 بتكون 230 درجة، تمام. احنا بنسخن دلوقتي الدوت 4 اهو، جايبه 139. لسه هنسخن وهنتابعها مع بعض. ده زيت دوت 4 سبارك، زيت دوت 4، وهنقيس الدرجة في البي اتش بتاعتها ونشوفها مع بعض جايبه كام. نطفي المروحه دي. ادي يا جماعه دي ورقه البي اتش اهي، هنقيس ده زيت دوت 4، هنشوف جاب كام، قرايه كام اهو.
اللون بتاعها اهو، وادي تدريج البي اتش اهو، اهو تدريج اهو، جايب ادي اللون جايب 10. اذا الرينج بتاع درجة البي اتش من 7.5 لـ11، ادي زيت سبارك جايب دوت فور جايب حوالي 10 درجات، يعني 10 درجات. اذا درجة البي اتش بتاع الزيت مطابقة للستاندر المطلوب، ودي درجة الحرارة كانت 100 وكام، سخن على ما بيسخن، هنا المروحة كانت شغالة فكان السخان ايه بارد شوية، فاحنا نتابعها مع بعض اهي. هنا في عينة الدوت فور لـ201 درجة اهي، مفيش غليان اهو، اهو تمام. حط دي كده عشان تبقى واضحة، تمام، اهي 202.8 و203.4 اهي. زي ما قلنا لازم درجة الحرارة توصل، لازم زيت الباكيوم دوت فور ما يغليش قبل 230 درجة. هنا طبعا ده مش هيغلي اصلا وهيعدي 230 درجة، معنى كده ان هو امن، اجتاز اختبار درجة البي اتش واجتاز درجة الغليان. الاختبار التالت بتاع اللزوجة، قياس اللزوجة عند سالب 40 درجة مئوية، ده بيكون لازم يكون درجة اللزوجة بتاعته 1800 سنتي ستوك، تمام. اهو مفيش اي غليان ولا حتى هذا اهو، وصلنا لـ210.5 درجة اهو. هي الكاميرا بتغبش عشان الدخان، تمام اهو. وـ13.6 العداد بيعد، 214 و15 اهو، وتمنتاشر وعشرين
222 درجة، 200. زيت الباكم ثابت لونه ما بتغيرش، واسنان درجة البي اتش قبليها، وبنأكد على درجة الغليان. وصلنا لدرجة 224. المفروض يا جماعة زي ما قلنا ان المطلوب 230 درجة حسب المواصفة، فهنشوف الزيت هيغلي ولا مش هيغلي. الزيت مفيش فيه اي غليان، السخان شغال، وادي الترمومتر 200، وصلنا 225 درجة. ميتين ستة وعشرين درجة، ميتين سبعة وعشرين، والزيت اهو بحالته. ميتين تمانية وعشرين درجة، تمام، داخل على درجة المواصفة اهو. ميتين تسعة وعشرين، وصلنا ل 230 اهي يا جماعة، واتنين من عشرة واربعة من عشرة. الزيت اهو ثابت، لونه ثابت، مفيش اي غليان اهو. ميتين اتنين وتلاتين درجة، ميتين تلاتة وتلاتين درجة. احنا عدينا المواصفة، درجة اللي طالباها المواصفة. معنى كده يا جماعة ان الزيت ده زيت اجتاز الاختبارات بتاعته، مفيش اي مشكلة فيه، امن، تمام. وصلنا ل 234 درجة اهو، ميتين اربعة وتلاتين، ميتين خمسة وتلاتين درجة. زيت ثابت اهو يا جماعة، مش في اي مشكلة. الزيت اصلا المفروض هيجتاز اساسا 250 درجة ومش هيغلي. معنى كده ان الزيت اجتاز الاختبارات بتاعته. دي درجة الحرارة 236 وصلنا اهي. هنستخلص يا جماعة من الفيديو الاتي. احنا عندنا زيت دوت 3، زيت الباكم دوت 3 سبارك، ده اجتاز الاختبارات بتاعته، تمام. قلنا ان الاختبارات بتاع دوت 3 بتكون كحد اقصى للغليان. دوت 3 205 درجة، والمنتج ده اجتازه، ودرجة البي اتش في رينج من 7.5 ل 11. المنتج ده في الرينج، فالمنتج ده منتج عالي الجودة، وبنقدر نوفر المنتج ده يا جماعة براميل او قطاعي.
مفيش أي مشكلة، المنتج متوافر موجود وأسعار كويسة جدا. طيب بالنسبة لمنتج دوت فور، ده منتج دوت فور زيت سبارك هيفي ديوتي اويل سوبر بريك فلويد، تمام. ده اجتاز الاختبارات بتاعته، درجة الغرم بتاعته فوق ال 230 درجة، كمان درجة البي اتش في الرينج من 7.5 ل 11، وده منتج بنقدر نوفر المنتجين لأي حد، براميل مفيش في أي مشكلة، والمنتجين معاهم شهادات، منتجين معاهم شهادات يا جماعة، ده وده، واسم البي اتش بتاعت كل منتج بالورق ده، تمام، وقيسنا درجات الحرارة، تمام، بالترمومتر الإلكتروني ده، مش أي مشكلة زي ما شفنا في الفيديو. وبشكركم، وأي استفسار يا جماعة أهلا وسهلا بيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل سنة وانتم طيبين.